اليوم الذهب ارتفاعه عالمي لو محلي؟ لا لا عالميا ماكو محلي، عالميا ارتفاعه عالميا، مرات يتبع الدولار مرات عالميا، مرات صاعد نازل. بالنسبة للدولار هم من يصعد يصعد الذهب، وعالميا أكثر شيء عالميا. والله أكو بيع أكو شراء بس بنسبة قليلة، نسبة قليلة كلش. طبعا من ينزل الناس تتقبل على الشراء، والأكثرية من يحتاج يشيل ذهب ويبيعه وقت الحاجة، لأن يعني الذهب هو زينة وخزينة أكثر شيء للحاجة، فماكو إقبال على الذهب قليل كلش. هو 96-97 بس مرات صعود ونزول وراق بالدقائق بالساعات نهار عن نهار يختلف. الا ماكو اسعار، نفس السعر ثابت، والذهب خليجي والعراقي سوا ما زال مختوم، سعر صاعد نازل ما مستقر. يعني انت اليوم تاخذ ب 96 ترجع تبيع ب 96، احتمال تبيع بعد ايام ب 100، واحتمال تبيع بالثمانينات ما معلوم. والله هو يعني الخليجي ولا العراقي نفس الشيء، ما دام العراقي مختوم 21 يعني يظهر الخليجي نفس الشيء، ماكو فرق. هسه بس ما مستقر يوميا بسعر شكل، طبعا مرتفع بس وصل 100 تقريبا ونزل الساعه شويه، الساعه 97 96 قبل شهر شكل. والله هي الاوضاع السياسيه الحروب هذه، والذهب تعرف عمله صعبه يعني، والدول الرأسمالية كلها معتمده على الذهب، الدولار مرات يظل ثابت الذهب يصعد، بال الناس والله يعني قليل مع هذيك الحركه اللي ما لانه غالي، فاغلب الناس عتبيع هسه. عالمي ما ارتفع سعره، لانه عالميا هو سعره مرتفع. والله اليوم نبيع ب 96 تقريبا، هذه اسعاره، هو يتراوح له 1000 ينزل له 1000 يصعد له 1000، نشتغل تقريبا ب 94 95 نشتغل. الخليجي والعراقي المختوم نشتغل نفس السعر، ما صار موسوم 21 العراقي والخليجي نفس الشيء. والله اكو ناس تبيع واكو ناس تشتري حسب الظرف اللي عندها، اكو ناس متوازيه على البيع واكو ناس لا.